صباحكم مشرق بإذن الله. أنا موجود في مدينة اسمها كوينبرا، مدينة في البرتغال، من ضمن الرحلة الطويلة القصيرة اللي بمر فيها مجموعة من البلاد ومجموعة من المدن. وأنا متوقف هنا زي ما بحاول أوري حضراتكم على فكرة الواجهة البحرية، الواجهة المائية، وكيف تعبر الواجهة البحرية ومدى استغلالها وإتاحتها للمجتمع على فكرة الديمقراطية الحقيقة للعمران. كل الفراغات الحدائقية اللي بتميز حافة النهر متاحة بالكامل لكافة قطاعات المجتمع، لكافة طبقات المجتمع، ثم تصاغ المدينة بكل مكوناتها لتحتفل بهذا المقوم الطبيعي اللي منحه الله سبحانه وتعالى للمدينة. أنا بعتقد إن حالة الانتماء ما بين الإنسان والمكان، والإنسان وبلده، والإنسان ومدينته، لا يمكن أن يتأتى إلا إذا تحققت ديمقراطية العمران، وأصبح كل إنسان له كامل الحق في أن يتمتع بمدينته. تحياتي لكم علي عبد الرحمن.